بس طبعا هتكون ريفيجن، ريفيجن على الشطر اللي احنا خلصناه في الجامعه. طب بعد ما اخلص الشطر هتاخد ريفيجن على المستهلك عشان يكسب. تمام. المصدر بتاعنا الثاني كان لسه مش زي دلوقتي لحد دلوقتي. مصدرنا الثالث دكتور الباكر. تمام؟ مصدرنا الثالث دكتور الباكر. ما ينزلش. هصوره يا ولاد شطر شطر. تمام؟ انا سجلت الدكتور الباكر بتاعنا. تمام؟ الصوت كوبا نسيها بتاعها. تمام؟ هنصور شابتر شابتر يعني خدنا ثلاثة شابتر الاناتومي والفيسيولوجي اللي هو الديزي ساينس ده صور لحد ناس ما ايه يعني جاست ميك شور ان الدكتور عم يجيب مش هيعمل اي تغيير في كاركتر الدكتور فاكر. تمام؟ الراجل حاول يعمل شويه كده مديوريشن على كتاب الدكتور فاكر. لو عمل تغييرات يبقى احنا خلاص هنكمل من كتاب الاسم ده نزل. تمام؟ مش عمل تغييرات يبقى احنا اوريدي ماشيين من كتاب الفاكر. تمام؟ لان حتى لو حصل تغيير الاسم فاكر اللي نزل كتابه ايا كان المين سورس بتاعه هو كتاب الدكتور الباكر مع شويه تغييرات تصويريه. طيب هنبدا اول قصه عندنا النهارده اللي بنتكلم على الاناتومي والفيسيولوجي. بصوا يا شباب لما نيجي نتكلم عن الاناتومي في ثلاث مواضيع مهمين لازم نسيبها تطبيق. الجزء الاولاني يا جماعه نتكلم على الجينات. لازم تعرف كل حاجه في الست قبل ما تتخرج لان الموضوع ده اساسا ام سي كيو شوف التكات بتاعه. بعد ما نتكلم عن الجينات هنتكلم على الانترنال جينيتاليا. بعد ما نتكلم عن الانترنال جينيتاليا هنتكلم على الاكسترنال جينيتاليا. دي بالمناسبة اللي احنا ليه حصلت النهارده باسم المرأة الزوجية. يعني يا جماعة أكتر أسئلة بس اللي بنتكلم عنها في بتاعة الفيميل جين سيل تراك اللي هي موجودة عندنا بالشكل ده. هنكتشف سيادة الدكتور إن الجينات اللي موجودة عندنا في البنات فين؟ في الأوبر. طب بالمناسبة يا ولاد اللي بيقابل الأوبري الميلة يكون إيه يا جماعة؟ التسعين. تمام؟ طيب بعد كده الانترنال جينيتالي اسمع بعض الكلام. بعد كده الانترنال جينيتالي هتشتغل على ايه يا دكتور؟ هتشتغل على الفالوبيان تيوب واليوترس والسيرفكس والفاجاينا. ده اللي بنسميها انترنال جينيتالي. طيب الاكسترنال جينيتالي هتشتغل على ايه؟ هتشتغل على الفالفا. تمام؟ يبقى سيادتك لما نيجي نتكلم على الاناتومي بتاع الفيميجينيتال تراك في ثلاث حاجات لازم سيادتك تنظيمها. الاكسترنال جينيتاليا الا وهي الفالفا اللي هنبدا بيها يا ولاد ده نحن الموضوع مهم جدا. بعد ما نخلص الفالفا هندخل على الانترنال جينيتاليا الفاجاينا السيرفكس يوترس الوبيان. طب بعد ما خلصنا الانترنال جينيتاليا يا جماعه هنبدا نتكلم على الاوبر ونبدا باول موضوع عندنا واحد من الموضوع المهم جدا وهنكتب عنه هو هام جدا ام سي كيو الفالفا اللي هي الفينيل اكسترنال جينيتاليا. يكتب البكرة مستقبل اللي يكتب تكتب عن مهمة لما نيجي نتكلم مع بعض على الموضوع قال لك الكتاب رقم واحد من حاجه اسمها الوانس بيوبس. بعد كده هنتكلم على حاجه اسمها لينيا ميجورا وهنعرف الاسئله الشفه والمختلفه اللي ممكن تسالها في الاسئله هنا. بعد لينيا ميجورا هنتكلم على حاجه اسمها لينيا مينورا. دي الحاجات الأساسية، في شوية حاجات مثلاً سنتكلم عنها كمان شوية. مبدئياً يعني إيه معنى كلمة مونز بيوبس؟ ركز كده معايا في الاسم. معنى كلمة مونز يا ولاد حاجة مرتفعة، جاية من مونتين. تمام؟ حاجة مرتفعة. تمام؟ موجودة قدام إيه يا ولاد؟ موجودة قدام السنس بيوبس. يعني لو إحنا رسمنا الرسمة اللي إحنا كلنا عارفينها، السكرم بالمنظر ده، والسنس بيوبس بالمنظر ده. المونز بيوبس ده عبارة عن إيه؟ قال لي كان الدكتور ده عبارة عن حتة فات. حته الفات ديت مكانها فين؟ قدام السمس بيوبس، المنظر ده كده يا ولاد، المنظر بتاعها موجود قدام السمس بيوبس، تمام؟ هو طب ده مسكن، طب سؤال ايه فايده وجود الفات في المنطقه ديت يا دكتور؟ قال لك ان الفايده الاساسيه بتاعت المنظر بيوبس ان هي اكتئاس قشري. اليورين سيكشوال انتركورس. يعني يا ولاد اسمع عمليه السيكشوال انتركورس بدل ما يكون في عظم بالمنظر ده. هات البنت بتاع الميل على سبيل المثال.
والانفنتس بتاعك في بيها على سبيل المثال اثناء سيكشن اوف كورس بدل ما الاقي عظمه اجنس عظمه يا جماعه ده يحصل تروما. قال لك لا لازم يكون عندك نونز بيوتس حد فات تمام علشان تحمي البنت ديت من التروما تمام. طيب لو انا دكتور بصيت لك الفيديو هكتشف ان الخلايا ديت موجوده قدام العظمه دي علشان تحمي البنت من اي تروما اثناء سيكشن اوف كورس. طيب لو جيت ابص بقى على الجلد ذات نفسه قال لك هتلاقي ان منطقه النونز بيوتس عليها هير. منظر الهير ده بيختلف من الميل عند الفيميل. يعني يا ولاد بالك انا عندي فيميل هلاقي المنظر تراينجل بالمنظر ده البيز بتاعته لفوق، ولو انا كان عندي ميل هلاقي تراينجل بالشكل ده كده تمام البيز بتاعته تحت. التراينجل ده عباره عن ايه يا ولاد؟ ده عباره عن الهير اللي بيكون موجود في النونز بيوتس. عشان انا قلت لك ان انا عندي هنا فتحه الكره وادي السكين اهو السكين دوت طالع منه حبه خير بالشكل ده كده. الديستريبيوشن بتاع الهير دوت لو موجود في الفيميل هلاقي تراينجل موجود لتحت تمام، وده حاجه تعتبر تظبط علشان بقيه الابدومن بتاعه الفيميل ما يبقاش فيها اي هير يا ولاد. على عكس الميل الموضوع مش فارق بالنسبه لي، يبان هنا الابدومن مش فارق خالص تمام. يبقى المعلومه اللي سيادتك هتعرفها لي عن المنظر بيوتس هما حاجتين. الحاجه الاولى دكتوره الفانكشن بتاعتها عباره عن ايه؟ فانكشن ديورنج السيكشن. طيب الحاجه الثانيه الهير ديستريبيوشن استنى انت بتتكلم على ميل ولا على فيميل؟ انا عندي الهير ديستريبيوشن في الفيميل بالمنظر ده كده مربع لتحت. طب الميل يا ولاد بالشكل ده كده مربع لفوق. طيب تعالوا نتكلم مع بعض على الليبيا ميجورا تمام. اول سؤال سيادتك هتساله هنا يبدو ليبيا ميجورا ده جمع ولا مفرد؟ جمع يا ولاد تمام. السؤال الشاف اللي بيوصل هنا الدكتور انور عزت طب يا ترى المفرد بتاعه ايه؟ قال لك المفرد بتاع ليبيا ليبيام تمام. ميجورا ميجاس. يبقى يا دكتور احنا هنستنتج من كده ان احنا عندنا اكتر من ليبيا ميجورا. اكشوال اولاد في اثنين ليبيا ميجورا هنتكلم عنهم. فولد اوف سكين يمين بالمنظر ده كده الفولد اوف ذا سكين اهو بالشكل ده كده، وادي الفولد اوف ذا سكين الثاني بالمنظر ده كده. طالما احنا في عندنا اثنين يا جماعه بالمنظر ده سميناهم ليبيا ميجورا جنب. طب ده عباره عن ايه يا دكتوره؟ ده عباره عن سكين فولد، ده عباره عن حته جلد يا ولاد تمام؟ الاثنين سكين فولد دول بينحنوا قدام عند النونز بيوتس تمام؟ وبينحنوا ورا عند حاجه بنسميها بوستيريور كوميشن. طيب انت جيت قلت لي يا دكتور ان ليبيا ميجورا ده عباره عن ايه؟ حته سكين فولد. طيب طالما هو سكين فولد يا ولاد بينطبق عليه كل القواعد بتاعت السكين. يعني ايه كل القواعد بتاعت السكين؟ فانا جيت قلت لك ان الجيل تحت الميكروسكوب ده عباره عن ايه؟ كاركترايز كوفايد سكين صح؟ يبقى ده اول حاجه يا ولاد رقم واحد عندنا ده عباره عن كيراتينايز ستراتيفايد سكويموس اكسيد. طب الحاجه الثانيه بص على الجلد اللي موجود عندنا كيراتينايز ستراتيفايد سكويموس فيه هير ولا مش فيه هير؟ يبقى سيادتك هتيجي لي هنا كده يا دكتور هتلاقي في عندك هير بالمنظر ده، ولو ركزت معايا هتكتشف ان الهير ريليتد اساسا للاوتر اسبكت بتاعت الليبيا ميجورا ولا الانر اسبكت؟ للاوتر اسبكت. دكتور مش اي هير في الدنيا بيكون ريليتد ليه سيليشيوس جلاند وسويت جلاند. فانت سيادتك هتلاقي ان الهير دوت ريليتد ليه سيليشيوس جلاند وسويت جلاند. يجي الدكتور عبد المنعم صالح يقول لك يا ابني نوعيه السويت جلاند اللي موجود عند البنت ديت ايه؟ على فكره ده مش بس سكيل بتاع كده تمام؟ ده احنا اتفقنا ان احنا نسينا الصواب دلوقتي تمام؟ يقول لك يا ابني نوع السويت جلاند اللي موجود عند البنت ديت ايه؟ قال لك نوعها حاجه بنسميها الاوتراين جلاند. كلام ممكن يستنجد على كده. الاوتراين جلاند ديت يا جماعه وظيفتها ان هي بتطلع كاركترستيك كده. دي بتبقى الاجهزه ما بتبقاش جامد بس بتبدا في الانس. ولا مواسم التزاوج بتاعت الانس يا ولاد بتبدا السريشن جلاند السويت جلاند اللي هي الاوتراين جلاند ديت تبدا تطلع كاركترستيك كده تبقى اتراكت الاذر سكس تمام؟ طيب الجلد ده يا دكتوره هي جلد في الدنيا في تحت الكام ولا لا؟ يبقى حضرتك هتلاقي ان البنت ديت موجود عندها اصابه الدنيا السود. بس كده دكتور. كده خلصنا الجزء بتاع ليبيا ايه؟ ميجورا. طالما انت عندك ليبيا ميجورا دكتور فاحنا عندي جوا حاجه بنسميها ليبيا ايه يا ولاد؟ مينورا تمام؟ قال لك ان ليبيا مينورا عباره عن سكين فول. خلي بال حضرتك معايا انا كل ما هدخل جوه هخسر حاجات من دول. واقول لك انا هخسر حاجات ازاي؟
ارسم لك الاول المكان بتاعت الليبيا من ورا واقول لك الكاركترز بتاعت الليبيا من ورا. انا مش عايز سيادتك تحفظ حاجه خالص على مستوى الضلمه، غير حاجه واحده بس، ان الليبيا من ورا عباره عن ايه يا اولاد؟ جلد. الجلد عباره عن ايه؟ ريتنايزد ماتيفايد سكيما سيليسيليا. وفي هير، الهير ريليتد ليه نوعين من الجلاند يا جماعه، اللي هي فيهم في الشفوي الابوتوين جلاند الموجوده دي. ليها وظيفه في الحيوانات مش في الهيومن بينج يا جماعه، ما تفرقش معايا جامد قوي. طب يا دكتور احفظ بقيه الكلام ومشكله. من هنا هبدا اطلع لك بقيه الكلام بتاعك. لما نيجي نرسم مع بعض الصوره اللي هي من ورا، الاقي عندي اللي هي من ورا بالمنظر ده كده. برضه يا جماعه سكين فولد يمين بالشكل ده كده، وسكين فولد شمال. ادي الليبيا من ورا يا اولاد بالمنظر ده كده، ادي الليبيا من ورا يا اولاد بالمنظر ده كده. زي ما الليبيا مش ورا كانت بتتحكم قدام وبتتحكم ورا، انا عندي الليبيا من ورا بتتحكم قدام وبتتحكم ورا، تمام؟ بتتحكم ورا بحاجه بنسميها يا اولاد الشمال بس فرشاه. الكلام ده بيتسال في الام سي كيو. لو سمحت يا ريت سيادتك لما تيجي تذاكر ذاكر بالرسم. طب بيحكم قدام بايه؟ قال لك في عندنا هنا حاجه اسمها كلايترس، وهنتكلم عنها كمان شويه بالتفصيل ممل. ادي كلايترس يا ولاد. الكلايترس دوت بيروح جاي شايل لك ليبيا من ورا نصين. نص فوق بالمنظر ده كده اهو. ونص تحت بالمنظر ده كده. النص اللي فوق بنسميه ريبيوس. النص اللي تحت بنسميه فرينيولم. بتيجي انت سيادتك اخر سنه تتلخبط، تيجي تقول ان الفرينيولم هو اللي فوق والبريبيوس هو اللي تحت. طب عشان سيادتك مش هتنسى بيقول احنا قلنا يا اولاد بنراجع مع بعض الاثنين ليبيا مجوره، الاثنين الزرق ليبيا يا اولاد، الاثنين ليبيا مجوره الزرق ليبيا بيتخانقوا قدام مع بعض. حاجه اسمها منزل ايه؟ بيوبس. البي بتاعت البيوبس فكرت ان الفولدر ريتد ده يا ولاد هيكون بحرف البي ولا بحرف الاف؟ البي بريبيوس زيها، تمام؟ فبتبني بي مع البي، ده حاجه بس عشان تفكر نفسك بيها، عشان مش ايه تتلخبط تقول ده الفرينو من فوق البريبيوس اللي تحت، لا يعني متشكل، تمام؟ انا عندي بيوبس بالبي، الحته بتاعت الليبيا من ورا المشروع ليها ولاد زيها برضه بحرف البي بريبيوس، تمام؟ يعني اقدر اقول لك ان الكريتوس موجود عندنا يا جماعه بالمنظر ده كده، تمام؟ الاقي الليبيا من ورا، انا افترض يا ولاد ان الليبيا من ورا هي الراعي، الدراع ده الليبيا من ورا، والدراع ده الليبيا من ورا الثانيه، تمام؟ وده البريبيوس. الدراع هو طالع يا ولاد فضل زي ما هو ولا اتشق نصين؟ اتشق نصين، حته فوق وحته تحت، نفس القصه، الناحيه الثانيه وهي طالعه اتشقت نصين. اللحمه اللي فوق بنسميها ايه يا ولاد؟ بريبيوس ولا فرينيوم؟ بريبيوس، البي مع البي صح؟ واللحمه اللي تحت بنسميها يا ولاد؟ فرينيوم، تمام؟ طب يا دكتور يا ترى الليبيا من ورا دي عباره عن ايه؟ قال لك دي عباره عن موديفايد سكين. يعني الليبيا ميجورا كليبيا ميجورا اهي كانت عباره عن سكين. طب الليبيا من ورا السوداء دي جوه دي يا دكتوره دي عباره عن ايه؟ موديفايد سكين. موديفايد من ناحيه ايه يا شباب؟ بص معايا دكتور مش ده كان كراتينايز؟ ده هيكون ايه يا ولاد؟ رد انت نان كراتينايز. شباب مش انا كان في عندي هنا هير؟ يا ولاد ردوا عليا مش انا كان في عندي هنا هير؟ والهير دوت كان ريليتد دي سويتي جلاند وسبيشس جلاند ولا لا؟ يبقى انا هيكون عندي هير ولا نو هير؟ وبالعقل كده يا دكتوره طالما سيادتك ما فيش اي هير هيكون في اي جلاند؟ نو جلاند متشكل. طب تعالى بعد كده رقم ثلاثه كان عندنا سب كوتينيوس ايه يا ولاد؟ فات. هيكون عندنا سب كوتينيوس فات؟ نو سب كوتينيوس فات. بس انا في عندي حاجه ثانيه يا ولاد غير السب كوتينيوس فات. في عندك ايه يا دكتور؟ قال لك في عندك اريكايد تيشو، تمام؟ اثناء عمليه السكشوال اكسايتمنت عند الفيميل يا جماعه بيكون في عندها اريكايد اورجنز، تمام؟ اثناء الاكسايتمنت عند الفيميل في اورجنز بيحصل فيها اريكشن، ودي تعتبر الاجزاء السنسيتيف اللي بتكون مسؤوله تو سام اكستنت على الاورجازم بتاع البنت. زي ايه؟ زي كليتوس. زي ايه؟ زي الليبيا من ورا. يعني حضرتك انت مش عندك اي فات في الليبيا من ورا، بس انا شفت الفات وحطيت مكانه حاجه هتفرق مع الفيميل اثناء الانتركورس، الا وهي اريكايد. صعب الكلام يا ولاد؟ يبقى بالاخر يا دكتور انا اتكلمت لحد دلوقتي على ايه؟ على سكين فولد، تمام؟ حلقتين بيلحموا فوق ويلحموا تحت.
الليبيا ميجورا فوق مونز بيوبس تحت اسطوره كوميشو. الليبيا مينورا تحت فورشيت. طب فوق يا جماعه الكريتروس راح جاي اسمها يا جماعه الايه؟ الجزئين جزء فوق وجزء تحت. اللي فوق اسمه بريبيوس ولا فرينيوم؟ البي مع البي واللي تحت اسمه ايه ولاد؟ فرينيوم. طب تعالى كده نطلع نتكلم على الكريتروس. يقول لك رقم اربعه كريتروس. مبدئيا لو بدك تشوف ده بقى ان لوك الفينوس المين يعني ده في المين بيساوي الفينوس المين. طب ده عباره عن ايه بالظبط؟ ده عباره عن ايه؟ قال لك الكريبس دوت لما نيجي نتكلم عن البارتس بتاعه بيتكون من ثلاث اجزاء. اثنين رورا وبيتكون من ضلي وبيتكون من الجلانس. سيبك من الكلام الغير الموجود استمرنا برسم عشان نفكر. لكن انا بدل اسمع احنا دايما نرسمها في الاوستاتريكس الفيلبس كان بالمنظر ده كده وبعد الفيلبس كان بالمنظر ده ناحيه كده. ارسمها تسليمين عشان تفهم الكريتر تفهم فايدته ايه. تمام؟ وادي نقرا البيول الكيميائي جين بتاع التراك عندنا بالشكل ده كده السيفرال وادي سامسونج كيوبس. طيب يقول لك انا عندي الكريترس دوت بيتكون من تراس يمين وتراس شمال. تمام؟ ادي يا ولاد تراس اليمين وادي يا جماعه تراس الشمال. ولما انت سيادتك يكون عندك تراس وتراس الجامع بتاعهم بيسموه يا ولاد روي. تمام؟ الاثنين دول يا جماعه بيجوا في الميد لاين يلحموا مع بعض بالمنظر ده كده. يلحموا مع بعض بالمنظر ده كده. علشان يا دكتوره يدوك هنا حاجه اسمها ايه يا دكتوره؟ البودي اوف بيترس. وفي الاخر يحصل سويلنج في النهايه كده يا ولاد. عشان يعمل حاجه اسمها يا جماعه الجلانس. البيترس كله على بعضه كطول البودي والجلانس كله على بعضه كطول بيتراوح من سنتي الى 2 سنتي. وده وصفته ان هو عباره عن الكوفايد ده يا ولاد تشو. ما يقول لك ان الكليتوس ده عباره عن ايه؟ يقول لك ده عباره عن تكروي وعباره عن بودي وعباره عن جلانس. تمام؟ واضح يا ولاد ان البودي والجلانس طالعين تحت السمس تيوبس ولا لا؟ يعني انا حبيت اخد لك نظره للفيو مش يا دكتوره هلاقي موجود عندي الكليتوس بالمنظر ده كده؟ قال لك ان الكليتوس دوت بيكون متشعلق في السمس تيوبس بليجمنت معلقه كده. قام الليجمنت اللي علق الدكتوره الكليتوس في السمس تيوبس بالمنظر ده عشان ما يسقطش لتحت سموه سسبنسوري ليجمنت لانه بيعلق مين يا ولاد؟ لانه بيعلق الكريتوس. يبقى الكريتوس يا دكتور جاي بثلاث رسومات. الرسمه الاولى عشان اعرف الاجزاء تو كروني البودي والجلانس. الرسمه الثانيه عشان بس المعلومه الخايبه اللي موجوده عندك في الكتاب يقول لك ان الكريتوس اتاتش بسبب سبيوس عن طريق حاجه اسمها يا ولاد سسبنسوري ليجمنت. المعلومه الثالثه والاخيره يا دكتور احنا اتفقنا ان الكريترس انفينيت بيقابلوا ايه الميل يا جماعه؟ الفينوس. سؤال شفوي يا جماعه فيري كومن يقول لك يا ابني طيب هيستولوجيكال ايه الفرق بين الكريترس والفرق بين الفينوس؟ يقول لك تحت المايكروسكوب الاقي الفينوس الميل بالمنظر ده كده. اثنين كوربس كابرنوزم ده الكلام ده في الهيستولوجي يا ولاد. وواحد كوربس اسمنشيوزم ده اللي كان بيمشي في اليوريسترا يا شباب البنايل يوريسترا. يبقى المنظر يا جماعه عندي اثنين الفينوس بالمنظر ده كده بلاقي حضرتك اثنين كوربس كافرنوزا وواحد كوربس سبونجيوزا ده اللي كان ماشي في البنايل يوريسترا. طب الفيميل يا ولاد انا عندي كراس يمين وكراس شمال صح؟ لحم هيديك يا دكتور كام كافيتي؟ ثلاثه ولا اثنين؟ اثنين. انت سيادتك يا دكتوره لو جيت تاخد كات سيكشن في كريترس هتلاقي المنظر ده اثنين كربس كابرنوزم فقط ده الاجابه. تمام؟ طيب بعد ما خلصنا كريترس يا دكتور ادخل جوه شويه يقول لك هتلاقي في عندك حاجه اسمها الفيستيبيول. ادي يا ولاد الفيستيبيول بالمنظر ده كده. تمام؟ ادي يا جماعه الفيستيبيول. ايه الفيستيبيول دوت؟ بصوا يا ولاد كل ما هو انر للليبيا مينورا شفتوا انتوا الاسود ده ليبيا مينورا كل ما هو انر للليبيا مينورا بنسميه الفيستيبيول. تمام؟ يبقى كل ما هو انر للليبيا مينورا ده اللي احنا بنسميه الفيستيبيول.
طب يا دكتور واضح ان الفيستيبيول المنطقه دي كلها من هنا لحد هنا مش كده يا ولاد؟ اهو الفيستيبيول. ايه هو الفيستيبيول يا دكتوره؟ ده عباره عن الكافيتي، ده عباره عن السبيس، اللايننج بتاعه عباره عن الليبيا من ورا داير ما يدور. لو جينا نركز في الفيستيبيول دلوقتي يا ولاد هنكتشف ان احنا في عندنا هنا حاجه كده داير ما يدور اسمها الهايمن. والهايمن دوت فيه يا جماعه ثلاث اسئله شفوي المهم سكيوها نعرفهم حالا مع بعض. يبقى الاحمر الموجود ده عباره عن ايه يا ولاد؟ عباره عن الهايمن. الكلام ده مش لسه في دماغك قال لي هتقول حاجتين رسمه ولا انت كده هتحط حصه جايه عليه باذن الله يا ولاد. تمام؟ الهايمن ده عباره عن ايه يا دكتوره؟ قال لي ده عباره عن ميكوزال فولد. الميكوزال فولد ده على بعد 2 سم يا شباب من الفاجينا انتروكس. طب يا دكتور تعالى كده نرسم الايه؟ لاترال فيو الفلوج انت اتراك بالمنظر ده كده. لو ده يا ولاد الانتروكس مش فاكر. قال لك على بعد 2 سم الاقي موجود عند الهايمن بالشكل ده كده. وده عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن ميكوزا الفولد، فولد من الميكوزا بالمنظر دوت. اللايننج بتاعه بيكون عباره عن استراتيفايد سكيوماس السكن. احب اقول لك ان الهايمن دوت فيه منه اكثر من شكل. الاشكال المختلفه بتاعت الهايمن والكلام ده موجود عندك في الكتاب وهقول لك تاكد الام سي كيو بتاعتك. قال لك ممكن الاقي الهايمن دوت بالاشكال التاليه. رقم واحد يعني حد محتاج الرسمه دي في حاجه يا ولد؟ تمام. يقول لك رقم واحد في الهايمن ممكن نلاقي ولاد الهايمن ايولر بالمنظر ده كده، فتحه بالشكل ده كده، تمام؟ وممكن نلاقي الهايمن دي تو اوبننج بالشكل ده كده. وممكن نلاقي الهايمن كريبريفورم، كله فتحات بالشكل ده كده. وممكن نلاقي الهايمن كريسنتك بالشكل ده كده. وممكن نلاقي الهايمن ما فيهوش اي فتحات خالص. ده اللي احنا بنسميه يا ولاد انفيرفورد هايمن. طيب اكتر نوع من انواع الهايمن اللي بيكون موجود عند البنات حاليا هي ايه يا ولاد؟ هي الانيولار هايمن. تمام؟ يبقى الهايمن ده عباره عن ايه يا دكتوره؟ عباره عن مكوسه فولد. يعني اوعى سيادتك تفتكر لي ان الفاجينا موجوده بالمنظر ده في البنت الفيرجن مفتوحه كده على الشارع على طول. يقول لك لا انا في عندي مكوسه فولد بيكون موجود بالمنظر ده. تمام؟ على بعد 2 سم من الانترويتس يا ولاد. المكوسه فولد لازم يكون في فتحه، لازم يكون في اوبننج. الوظيفه الاساسيه بتاعت الفتحه ديت ايه؟ ان هي تسمح للمنسترال بلط ان هو يعدي من خلالها. منظر الفتحه ده بيبدا يحدد لك نوع الهايمن. لو فتحه واحده بس صغيره وسيمبل وموجوده في الميد لاين ده احنا بنسميها انيولر. طب المنظر ده سبتيت. طب المنظر ده كريبريفورم. طب المنظر ده كريسنت. طب المنظر ده مفيش اي منسترال بلط هينزل ويعمل لي انفيرفورد هايمن. حاجه ناخدها كمان اربع حصص يا جماعه كريبتومنوريه تمام؟ في الام سي كيو الموست كومن تايب اللي احنا بنشوفه في البنات بيكون الشكل ده تمام؟ ويقول لك يا دكتور ان البيت ديت مع الفيرست سيكشن بتاع الكورس الهايمن بيفضل زي ما هو ولا بيحصل فيه تير؟ بيحصل فيه تير. سؤال ام سي كيو اكتر حته بيحصل فيها تير في الهايمن بيكون ايه يا ولاد؟ بوسترو لاترال. يعني كان جاب لك مره سؤال ام سي كيو قال لك البنت ديت لو حصل معاها سيكشن بتاع الكورس البنت الفيرجن ديت والحته اللي بدا يحصل فيها تير في الهايمن يا ترى ابر ولا لاترال ولا بوستيريو ولا بوسترو ميديال؟ اكتر حته يا ولاد بوسترو ميديال عند الساعه 5 وعند الساعه 7. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يعني يا دكتور لو انا جت لي بنت وعايز اعرف ان البنت ديت فيرجن ولا مش فيرجن، يوم ما اجي ابص على البنت ديت حاجه ابص على الهايمن واشوف في تير موجود ولا لا؟ مش شرط يا ولاد. اصل سيادتك الهايمن دوت مش لازم يحصل فيه تير مع السكشن بتاع الكورس. ياما شفنا بنات كتير جدا وهما بيعملوا اكسرسايز عنيف يا جماعه ممكن مع الدروب يروح جاي حاصل دامج على مستوى مين؟ الهايمن. ممكن بعض البنات مع التيومرز يحصل دامج على مستوى الهايمن. طب انا هعرف ان البنت ديت يا ولاد فيرجن ولا مش فيرجن ازاي؟ قال لك عن طريق حاجه اسمها الفصه نابيكولاريس. ايه الفصه نابيكولاريس ديت؟ لو انا جيت ابص هنا يا ولاد على ليبيا مينورا، ركز معايا يا دكتور لو سمحت. لو جيت ابص هنا على ليبيا مينورا يقول لك بين ليبيا مينورا وبين الهايمن الحته دي كده يا ولاد، ركزوا معايا لو سمحتوا. الحته دي كده يا ولاد ده عباره عن ديبريشن، فصه كده داخله الجو. دي بنسميها الفصه نابيكولاريس. وجود الفصه نابيكولاريس يا ولاد معناها ان البنت ديت ستيل فيرجن. لو حصل سيكشوال انتركورس بيحصل دامج على مستوى الفصه نابيكولاريس. الحاجه الثانيه بقى اللي بتاكد بيها فيرجن ولا مش فيرجن ابدا ابص على مين يا ولاد؟ على الهايمن. بس الحاجه اللي تاكد لي اكتر هو وجود الفصه نابيكولاريس من عدم وجودها. وهنشوف الصور بتاعتنا يا ولاد، الصور اللي انا وريها لكم الحصه الجايه باذن الله، منظر الفصه النابيكولاريس بيكون عامل ازاي.
يبقى دلوقتي يا دكتور اول معلومه عرفتها عن الهايمن ان هو غير عن السكين فولد. بالمناسبه اولاد السكين فولد دوت الفاسكولاريتي بتاعته قليله. ليه؟ لان سيادتك مع الفيرست سيكشن بتاع الكورس لو حصل ترع على مستوى الهايمن اوعى تنتظر ان البنت يجي لها سرير بايدك. ده ديت الفاسكولاريتي بتاعتها قليله جدا جدا جدا. 50% من البنات مع التير اللي بيحصل على مستوى الهايمن مش بينزل ولا نقطه دم. وال 50% الباقيين لما بينزل عليهم بليدنج يا ولاد نقطتين ثلاثه دم متشكرين. عارف البنت ديت لو حصل معاها سيفير بليدنج يبقى انت عملت اكسبريشن. انت عملت لها انجري مش على مستوى الهايمن على مستوى الفاجينا بول. انت حضرتك مع البنتريشن مع التريس والتكنوس حضرتك عملت لي دامج لمتوزه الفول تقريبا تقريبا مفيش بس بلاك ينزل نقطتين ثلاثه دم. ولكن معنى سيفير بليدنج ان بدا يحصل اكستنت دامج وبدات تضرب لي مين؟ الفاجينا. والفاجينا دي فايل باسورد. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طيب البنت ديت يا دكتور خلاص حصل معاها سيكشن انتركورس وحصل تير بوستيريور اكتر ولا بوستيريور يا اولاد؟ بوستيريور بعد الساعه 5 الساعه 7 تمام؟ بس لسه ما زال عندي ريننت يا اولاد لسه ما زال عندي ريننت هايبر. يعني هلاقي البنت عندها التير بالشكل ده كده. هي البنت ديت عندها التير بالشكل ده كده ولسه مازال عندها ريننت هايبر مش كده يا ولاد؟ وحصل انتركورس ومتشكرين وادي التير وادي التير واهم حاجه ان الفرصه الكلاريس هتفضل موجوده لو متشكرين خلاص ما عادتش موجوده. الدوائي ديت يا ولاد دوائي الكوزا فول هتتدمر تماما مع الفيرست فاجينا ديليفري. خلي بالك سيادتك معايا انا بكلمك في عيل وزنه من 3 كيلو ل 3 كيلو ونص هيعدي من خلال مين يا ولاد؟ الفاجينا. فلو سيادتك يا دكتوره كان الهايمن بالمنظر ده كده تمام؟ مع الفيرست انتركورس حصل فيه تير بص يا ولاد وبقى بالشكل ده كده يا ولاد. لسه ما زال في عندي ريننت موجوده ولا لا؟ مع نزول راس الديب يا شباب مع نزول عيل وزنه 3 كيلو ونص هيروح جاي مدمر معظم الهايمن ده ولا لا؟ وهيتبقى عندي ريننت بسيطه يا ولاد. يعني هلاقي ان المنظر ده بقى بالشكل ده كده. خدت انتباهكم المنظر بقى عامل ازاي؟ الاول خالص يا جماعه الاول خالص كان الهايمن بالمنظر ده كده كان ايه يا ولاد؟ انيمال. طيب مع عمليه الانتركورس حصل تير وكلمه سكتوها واسع عليكم كلمه سكتوها برضه القصه الجايه. التير ده كان اساسا كان بوستر ايه يا ولاد؟ لاترال. بس ده ما يمنعش يا دكتور ان لسه ما زال عندك مكيوزا الفوضى محترم الازرق اللي انا عامله ده كله. مع نزول راس البيبي يا دكتوره معظم الكلام ده اتفرتك اتدمر خلاص تماما تمام؟ واتبقت عندي ريمنانت صغيره داير ما يدور بالمنظر ده بتنزل في الام سي كيو يقول لك افتر ديليفري تمام؟ الريمنانت الصغيره جدا الريزيدوال الصغيره جدا اللي بتكون موجوده عند البنت ديت بنسميها ايه يا اولاد؟ كرانيكولي مايوريتي فورمس. تمام؟ وكده يا جماعه احنا طبعا خلصنا الجزء الخاص بايه؟ بالغلط. قبل ما اسيب الجزء الخاص بالغلط في بعض الدكاتره اللي حابب يسالوا يا جماعه اسئله. هنقولها القصه الجايه وانا هقول الاقتصادي لها علاقه بالامبريولوجي. يقول لك يا ابني الكليتوريس او الكلايتوريس زي ما بعض الناس بيحبوا ينطقوه في الفينيل يساوي ايه الميل؟ فينس. تحت الميكروسكوب في اختلاف جوهري منهم. ان فينس في سبنجوزا هنا مفيش سبنجوزا تمام؟ طب يا دكتور الليبيا ميجورا الليبيا ميجورا انفينيل تقابل ايه يا ولاد؟ سكروتم. واخر جزئيه يا جماعه واخر جزئيه هختم بيها الجزء الخاص بالليبيا ميجورا. اخر جزئيه هختم بيها الجزء الخاص بالليبيا ميجورا هو وجود الجلد موجود على مستوى الليبيا ميجورا بنسميها بارسول انجلاند او جريتر فيستيبولار جلاند. بيكون في مكانها فين يا شباب؟ بصوا معايا لو سمحت. عند الساعة 5 هنا يا ولاد ريليتد ليبيا ميجور عند الساعة 5 هنا كده يا جماعة في عندي جلاند اسمها بارسولين جلاند بتتكتب البي كابيتال يا ولاد نسبة الضغط للتشفي. ايه الجلاند اهي وادي الضغط بتاعتها كده يا دكتور بارسولين جلاند وادي الضغط بتاعتها كده يا دكتور. لو سمحت يا جماعة الرسمة دي انا هرسمها لكم هنا تاني عشان في تكت ام سي كيو عايز الفت نظر حضرتك ليه بس في هنرسم الليبيا ميجورا والليبيا المنورة فقط تغيير مع بعض كده بسرعه يا جماعه مع بعض كده بسرعه نراجع مع بعض الرسمه كده. انا عندي اثنين ليبيا ميجورا مش كده يا ولاد؟ الاثنين ليبيا ميجورا دول
هيتحموا قدام بحاجه اسمها مشكل. طب ازاي كده اللي يحفظ معايا يا جماعه لما يطلع؟ حاجه اسمها منز بيوبس، تمام؟ بالمنظر ده كده. المنز بيوبس ده يا دكتور ده اللحمه بتاعت الايه؟ اللي بيبقى مشهوره فوق، صح؟ وورا بيتحموا مع بعض بحاجه اسمها بوستيريور كونكشن. تعالى بعد كده عندك على مستوى الليبيا منور سكين فولد وسكين فولد. السكين فولد دوت يا دكتور هيجي يلاقي حاجه اسمها كليتورس، صح؟ هيروح جاي مشوق كده الحته فوق والحته تحت، واحده اسمها بريبيوس والثانيه اسمها فرينولوم. البريبيوس هو اللي تحت وفوق، قلت لك افتكر البيوبس بحرف البي فوق، بالبريبيوس بحرف البي برضه فوق، واكيد اللي تحت اسمها يا ولاد فريديونال. بالمناسبه بتلحم تحت الحاجه اسمها كورشيت. طيب تعالى بعد كده على الجزء الخاص بالهايمن، الحته ديت يا ولاد اسمها ايه؟ بص انا في كولارس، ما انا البنت فيرجن ولا مش فيرجن؟ طيب تعالى بقى للجزء اللي انا مش عايز ارسمه لك كده. جيت قلت لك ان انا في عندي اثنين جلاند يا جماعه اسمهم بارسونج جلاند، تمام؟ البارسونج جلاند دوت لو جيت اشوفهم هلاقي ان الجلاند ديت عباره عن جلاند بالمنظر ده كده وضغط. الدايمتر بتاع الجلاند حوالي 1 مللي، تمام؟ اللينس بتاع الضغط حوالي 2 مللي. يكون مكانها فين؟ قال لك على مستوى اللور وان سيرف بتاعت الليبيا ميجور. يعني الدكتور هلاقي عندي الليبيا ميجور بالمنظر ده كده، هلاقي في عندي جلاند يمين عند الساعه 5 وجلاند شمال عند الساعه 7. تمام؟ وكل جلاند من دول يا ولاد ليها ضغط، وهلاقي ان الضغط ماشيه 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 بالمنظر ده كده لحد ما تروح جايه فتحه هنا يا ولاد. الضغط تروح جايه ماشيه لحد ما تروح جايه فتحه هنا يا ولاد. فتحت فين يا دكتور؟ قال لك فتحت بين الليبيا من ورا اللي ده الاسود يا ولاد وبين الاحمر اللي هو يا جماعه الهايمن. تمام؟ يبقى سيادتك انا عندي الكلام ده كان سؤال انسكيور. يقول لك ان الاوبننج بتاعت الباست من الجلاند ذات نفسها بتفتح على مستوى الليبيا ميجور ولا على مستوى الليبيا مينور ولا بتوين الليبيا مينور اند الهايمن؟ بتوين الليبيا مينور اند الهايمن يا ولاد. الجراند ذات نفسها الجراند كجراند موجوده تحت مين يا جماعه؟ تحت اللور وان سيرد بتاعت الليبيا ميجور. طب الضغط هتفتح هنا يا شباب؟ تطلع ماشيه 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 لحد ما تيجي من الاسود والاحمر. الاسود هو الليبيا مينور، الاحمر هو الهايمن، تمام؟ وتروح يا دكتور مطلع سكريشن بتاعتها هنا. السكريشن يا جماعه بتاعت البارسون جلاند الهدف الاساسي منها انها بتعمل عمليه توبليكيشن اسمها عمليه السكشوال يا ولاد انتركورس، تمام؟ طيب لو انا جيت ابص على الجلاند ديت زيها زي اي جلاند موجوده في الدم، اللايننج بسيليم بتاعها عباره عن ايه؟ اللايننج بسيليم عباره عن ايه يا ولاد؟ كولندر بسيليم. اي جلاند في الدنيا اللايننج بسيليم بتاعها كولندر بسيليم. والضغط ديت اللايننج بتاعها عباره عن ايه؟ ترانزيشنال ابيسيليم. ترانزيشن انا بلاقي ليا ولير 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 بالمنظر ده كده، ده ترانزيشن ابيسيليم، تمام؟ والكلام ده بيتسال في الام اس كيو. يبقى اول سؤال بتتساله في الام اس كيو يا دكتور، هي ركز مع بعض، اول سؤال بتتساله في الام اس كيو، تمام؟ ان حضرتك الجلاند ذات نفسها موجوده تحت مين؟ الجلاند موجوده تحت مين؟ فين بالظبط؟ في ليبيا ميجورا. اوتر وان سيرد ولا ميدل ولا اللور؟ اللور وان سيرد، تمام؟ طيب الحاجة الثانية الضغط بتاعت الجلاند بتفتح في الليبيا ميجورا ولا الليبيا منورا ولا بين الليبيا منورا والهايمن؟ بين الليبيا منورا والهايمن. السؤال اللي بعده، تمام؟ اللايننج بتاع الضغط عبارة عن إيه يا ولاد؟ ترانزيشنال. طب بتاع الجلاند، أي جلاند في الدنيا لازم تبقى كولندر بسالي يا ولاد، تمام؟ طيب الحاجة الأخيرة يا دكتور بيقول لك أنا قلت لك إن الدايمتر بتاع الجلاند، الدايمتر بتاع الجلاند كام مللي؟ 1 مللي. معنى كده يا شباب إن هو نورمال، بحسها ولا مش بحسها؟ مش بحسها، ده حاجه عامله زي الخمسايه، حاجه صغيره جدا، تمام؟ الحاجه الوحيده يا ولاد اللي انا ببدا احس فيها الجلاند لو حضرتك يا دكتوره حصل هنا اوبستراكشن بسبب ما، حصل اوبستراكشن هنا يا ولاد، تيجي السكريشن تطلع، تعرف تطلع؟ فتبدا السكريشن تتجمع 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 لحد ما يحصل ديستنشن وسويلنج محترم هنا كده يا ولاد، ويبدا البارسولين جلاند تعمل حاجه يا ولاد اسمها بارسولين سيست. وخد لك كات الام سي كيو دي الموست كومن فالفال سيست هي البارسون سيست. طب دكتور انا لو انا كان عندي الجلاند بالمنظر ده، ركزوا معايا يا جماعه الكلام ده مهم جدا، ودي التكات اللي انا عايز سيادتك خلي بالك منها.
لو انا كان عندي جنان كده دكتوره تمام وكان عندي الضغط بالمنظر دوت حصل هنا اوبستراكشن مبدئيا يا جماعه الاوبستراكشن غالبا غالبا بيحصل عشان في انفكشن واكتر اورجانيزم ممكن يضرب له المنطقه ديت هو الجون في الكاري الكلام ده هيرجع لك تاني شويه اوكي تاني دكتور حضرتك لو انت عندك الجلاند بالمنظر ده كده دكتور تمام وعندك الضغط بالشكل ده كده دكتور في سكريشن المفروض بتطلع اثناء السكشن انت كورس عشان تعمل لوبريكيشن تمام طيب حضرتك لو حصل اوبستراكشن هنا غالبا بيحصل اوبستراكشن عشان في انفكشن اكتر اورجانيزم يا اولاد بيعمل لي انفكشن الكلام ده كله تكاد ام سي كيو الورقه هنحل الجزئيه الفصل الجاي باذن الله اكتر اورجانيزم بيعمل انفكشن هو الجونوكوكتوي لو سمحت لما اجي ارسم لك رسمه زي كده ارسم واكتب الكلام ده هو ده اللي هيفضل ثابت في دماغك دكتوره لما الجونوكوكتوي تيجي تعمل لك انفكشن ويبدا يحصل اوبستراكشن وتقفل اليومن اللي هنا تيجي السكريشن تطلع تعرف تطلع يا ولاد يوم يبدا يحصل يا جماعه دايلاتيشن ولا لا السؤال هنا لما بدا يحصل عمليه دايلاتيشن يا ترى الدايلاتيشن حصل على مستوى الجلاند ولا على مستوى الضغط ينفع يا ولاد يحصل على مستوى الجلاند وينفع يحصل على مستوى الضغط ولكن ام سي كيو الموست كومن سايت اللي بيحصل فيه سيستم دايلاتيشن هو الضغط فاهمين الكلام ماشي ازاي يعني حضرتك انا اكتر حته يا جماعه الجلاند عماله تطلع سكريشن تطلع سكريشن تطلع سكريشن تمام تبدا الضغط ده تروح جاي ايه منفوخه بالمنظر ده كده علشان كده دكتوره لما اجي اكلمك على البارسولين سيستم ونجيب بقى الكلام فيها من الاخر الكلام اللي هيوصل شفوي الكلام الام سي كيو الموست كومن فالفال سيست على الاطلاق هي ايه؟ هي البارسولين سيستم طب الموست كومن كوز اللي يعملها البارسولين سيستم كونجكتد انفكشن تمام؟ طب سيادتك يا دكتوره الموست كومن سايت اللي بيحصل فيه سيستم دايلاتيشن هو مين يا ولاد؟ الجلاند اللي اسف الضغط السؤال يا ولاد ساعات كان بيحب يحور فيه في الام سي كيو يقول لك حضرتك كان عندك واحده جالك البارسولين سيست يا دكتور تمام ورحت جاي واخد الاثنين ديت تيست باثولوجي هتلاقي تحت الميكروسكوب اللايننج الاكسيليم غالبا كولندر الاكسيليم ترانزيشنال الاكسيليم ستراتيفايد سكيوس الاكسيليم رد ترانزيشنال مش معنى لان احنا اتفقنا مع بعض ان اكتر حته بيحصل فيها دايلاتيشن يا مين يا ولاد؟ الضغط ارجع لي بقى انا قلت لك الضغط اللايننج بتاعها يا دكتور ترانزيشنال الاكسيليم فانا مش معايا يا ولاد طب يا جماعه البنت دي لما الجلاند تبدا تنفخ 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 بالشكل ده كده وتبدا تنفخ 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 بالشكل ده كده حجمها زاد ولا مش زاد؟ الطبيعي ان احنا مش حاسين بيه تمام؟ لان انت ليك وظيفه في وقت محدد وقت السكشن انتر كورس حد الدوبريكيشن ومشكلين تمام؟ والمفروض ان احنا ما نحسش بيك عشان مش هتعملي مشاكل. انما لما حجمك يكبر 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 تبدا تلاقي المنطقه ديت ولا لا يا اولاد؟ ويبدا يحصل ديسباوندنج تمام؟ الكارثه يا دكتوره الكارثه ان السيست دي في بعض الاحيان ممكن الاورجانيزم يدخل لها جوه وبدا ما بيعمل عندي بارسلين سيست يعمل بارسلين ابسس عارف يا دكتور لو انا كان عندي سيست انا هعمل فيها ايه؟ بارسوليزيشن وعارف يا دكتور لو انا كان عندي ابسس هعمل فيه ايه؟ انسيجن ولما نيجي يا جماعه شطر الانفكشن هنتكلم عن الاستيبلايزيشن وعلى الانسيجن وهجيب لك فيديو ده وفيديو ده تمام؟ نرجع تاني يا جماعه للبارسون جلاند احب اقول لك ان ليها اسم اخير اسمه جريتر فيستيبولار جلاند البارسون جلاند دي ليها اسم تاني جريتر فيستيبولار جلاند حد يرد عليا طالما انا عندي حاجه اسمها جريتر فيستيبولار جلاند اكيد هيكون عندي يا ولاد لسه بيستمر الكلام ايه هو خلي كده سيبته لحد ما ايه يجي له باذن الله طيب خلصنا احنا كده مع بعض يا ولاد الفيميل اكسترنال جينيتاليا البلاد سبلاي والنيرف سبلاي هنسيبه الاخر خالص لان احنا هناخد البلاد سبلاي بتاع الفيميل جينيتال تراكت كلها بالنيرف ندخل بعد كده على الانترنال جينيتاليا الكلام اللي جاي بقى كل الكلام ده يا الغلطه ديت بس عشان مش كنا خدناها قبل كده هنحس ان الكلام ده حد يا ولاد من صغيرات اللي ورا بس يقول لي لا على ايه؟ اقول لو حد معايا جهاز تكييف ظبطه. ظبطه يا ولاد. ظبطه
في ميل اكسترنال جينتال اللي هي الغلط يبقى ده هون عليك. هنبدا نتكلم بعد كده اولاد على الفاجينا. وبعد الفاجينا نطلع اليوتريس. وهنبدا نثبت يا جماعه سكيمه ثابته هنتكلم فيهم على بقيه التريننج جينتال. لما نيجي نتكلم مع بعض على الفاجينا واولاد الاناتومي نركز مع بعض. دكتور ركز معايا تمام. لما نيجي نتكلم على الفاجينا نتكلم رقم واحد على الاناتومي. بعد الاناتومي هنتكلم على الهيستولوجي. وبعد الهيستولوجي يا ولاد هنتكلم على البلس سبلاي. على مستوى الاناتومي يا جماعه تحت الفاجينا نتكلم على 3 اس سايت سايز شيب. بعد كده هنتكلم مع بعض على الريليشن. فيهم كلهم هنتكلم على نفس الكلام ده. دكتور في اليوترس هنتكلم على اناتومي هيستولوجي البلاد سبلاي وهنزود عليه الاجابه. بعد كده الاول نفحص الفاجينا. لما نيجي نتكلم على السايت بتاع الفاجينا يا ولاد لما نيجي نتكلم على السايت بتاع الفاجينا الفاجينا ده عباره عن ايه؟ هولو ماسكولار اورجان بيربط بين البلبه تحت وبين مين يا ولاد؟ اليوترس فوق. صعب الكلام؟ طيب الهولو ماسكولار اورجان دوت يا دكتور لو انا جيت ارسم لك في لاترال فيو انا عندي المنظر بالشكل الثاني. الفاجينا بالشكل ده كده يا ولاد قدام السايت هترسم الرسمه ديت. هولو ماسكولار اورجان بيربط بين البلبه وبين اليوترس هو كاورجان عامل مع الهوريزونتال لاين درجه او زاويه 60 درجه. ام 60 متشكل مش عايز حاجه اكتر من كده. لما نيجي نتكلم على السايز بتاع الفاجينا انا عندي حاجه اسمها انتيريور فاجينا رول وعندي حاجه اسمها بوستيريور فاجينا رول. الانتيريور فاجينا رول يا ولاد طولها بيساوي 8 سم. البوستيريور فاجينا رول طولها بيساوي 10 سم. طب الانجل ديت كام درجه؟ متشكل 60 درجه. لو حضرتك يا دكتور ركزت في الفاجينا هنا هتكتشف ان في جزء من اليوترس اسمه السيرفكس داخل لي كده لغايه في الفاجينا. دخلت السيرفكس في الفاجينا راحت جايه مقسمه لي الفولت بتاع الفاجينا. الفولت بتاع الفاجينا يا ولاد الحته البايند المعقوله ديت راحت جايه مقسماها لاربعه فورنيسز. فورنكس انتيريور شالوا يا ولاد وفورنكس بوستيريور شالوا ولا ديب نزلت بره ام سي كيو بالمناسبه واثنين لاترال فاجينال فورنيسز تمام. يبقى سيادتك دلوقتي ارجع مش محتاجين نتكلم عنه بربط من تحت وفوق. فوق يا جماعه جزء من اليوترس دخل فيه اسمه السيرفكس راح جاي مقسمه لي في الدكتوره لحته قدام وحته ورا وعلى الجنبين اربعه فورنيس. سؤال ام سي كيو جه قبل كده يا ولاد ذا ديبست فورنكس ذا لارجست فورنكس يا ترى الانتيريور ولا الاثنين لاترال ولا البوستيرو فورنكس يا ولاد؟ البوستيرو فورنكس تمام. الشيب بتاع الفاجينا يا جماعه بيقول لك ان هو فلاسك شيب. يعني ايه فلاسك شيب؟ يعني حضرتك عشان ارسمك الرسمه الصح هكتشف ان الجزء اللي فوق من الفاجينا كبير قوي كده يا جماعه والجزء اللي تحت صغير. الجزء اللي فوق من الفاجينا يا ولاد ديستند قوي كده يا ولاد والجزء اللي تحت صغير. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ معنى كلمه الفلاسك ما بيكون موجود بالمنظر ده كده. ان الجزء اللي فوق يا جماعه ديستند والجزء اللي تحت يا ولاد نار. ويجي حته من السيرفكس يروح جاي داخل لك فيه كده. تمام؟ يروح جاي مثلا لك الفورنكس فورنكس. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ والكلام ده كله لا يعنينا بشيء في المناسبه. الكلام المهم يا دكتور موجود على مستوى ايه؟ على مستوى الريليشن وموجود على مستوى الهيستولوجي. في هنا يا ولاد سؤال شفوي في هنا يا ولاد تكتب ام سي كيو. في هنا ام سي كيو في الجزء الخاص بالسايز اللارجست فورنكس هي البوستور الفورنكس تمام؟ وسيادتك بترسم وتكتب وراها مؤقتا لحد ما تصور شابتر الاناتوم والفسيولوجي من كتاب الدكتور البكري. زي ما انا قلت لك بلاش تاخد الكتاب كله هتاخده شابتر باي شابتر لحد ما نشوف الدكتور عميد. قال لك هنزل الكتاب زي ما هو متشكرين لان احنا كده كده مكملين. هيعمل شويه تغيرات ساعتها نشوف احنا بنمشي منين تمام عشان مش نعطل اسئله في المذاكره. الريليشن عندنا يا ولاد لو انا جيت ابص على لاترال فيو بتاع الفاجينا بالمنظر ده كده ادي يا دكتور قدام البلادر وادي اليوريزم. ادي ركز مع بعض لو سمحت. وادي يا جماعه البوستيرور ريليشن بالمنظر ده كده. مش ده الرسمه اللي احنا كنا عارفينها؟ لما اجي اكلمك على الريليشن ده
هقول لك يا دكتور ان انا عندي انتيرور ريليشن وعندي بوستيريور ريليشن وفي عندنا لاترال ريليشن وده سؤال شفوي اللاترال ريليشن بتاعتنا في الانتيرور يا ولاد انت بتقول الانتيرور فاجينا بول ريليتد لمين فوق؟ كنت اقصد في كلمه خيبانه قوي مين فوق ومين تحت؟ يورس صعب الكلام يا ولاد؟ يبقى سيادتك في الانتيرور ريليشن النظر اباب ويورس تحت. طيب بوستر ريليشن يا ولاد انا ريليتد لكام حاجه؟ ثلاث حاجات. بص يا دكتور قسمنا في البوستر فاجينال وول لثلاث حاجات. انا عندي هنا يا ولاد حاجه اسمها ايه؟ باوش ودوجلاس دوجلاس لا دوجلاس باوش. الابر وان ثيرد بتاع البوستر فاجينال وول ريليتد لمين؟ ريليتد لمين؟ دوجلاس باوش. طب الميدل وان ثيرد ريليتد لمين يا ولاد؟ الريكتم. اوسع حته في الريكتم اللي بنسميها امبولا اوف ذا ريكتم. طب اللورال ثيرد يا ولاد سيلريتد من هنا الكنال حاجه كنا خدناها مع بعض في الاستاذ اسمها ايه يا ولاد؟ كرينيال بول. وتكتشف يا دكتوره ان البوستير ريليشن عند سيادتك ما هي الا باب. مين الباب دلوقتي يا دكتوره؟ باوش دوجلاس الايه؟ امبولا اوف ذا ريكتم. البي يا ولاد برينيال بول اللي بيفصل يا جماعه الليفر والسيرد بتاع البوستور فاجينال وول عن مين يا جماعه؟ عن الانر كانال. فانت سيادتك لما تيجي تقول هتيجي تقول لي يا دكتور انا عندي البوستور ريليشن على الرسمه تكتب لي ايه؟ باب باوش اوف دوجلاس امبولا اوف ذا ريكتوم برينيال بودي اوعى تسكت سيبريتنج ات فروم انر كانال. طب يا دكتور اللاترال ريليشنز اهي يا جماعه ادي اللاتر ريليشن عندنا. لما نيجي نتكلم عن الليترس يا ولاد لما نيجي نتكلم عن الليترس كمان شويه اقول لك ان انا في عندي مجموعه لجن بتربط الليترس. لو دي يا دكتوره كانت اللاترال ديبت فول بالمنظر ده كده كل الليجن انت يا جماعه ريليتد للسيرفكس طالعه من الميكانيك. كل الليجن انت ريليتد للسيرفكس طالعه من الميكانيك. السوبر فاجينال بارت بتاع السيرفكس اللي هو ده في جزء من السيرفكس جوه الفاجينا اسمه برشو فاجينالز. في جزء ثاني دكتوره من السيرفكس فور فاجينا بنسميها دكتوره السوبر فاجينال بار. يبقى الليجمنت كلها يا ولاد ريليتد للسيرفكس طالعه من السوبر فاجينال بارت بتاع السيرفكس والبولت بتاع الفاجينا. السوبر فاجينال بارت بتاع السيرفكس والبولت بتاع مين يا ولاد؟ الفاجينا. وماشيين في اتجاه اللاترال بيلفيك فلويد بالمنظر ده كده ماشيين في اتجاه اللاترال بيلفيك فلويد. ده واحد يا ولاد من ثلاثه ليجمنت انا لسه هشرحه دلوقتي بالتفصيل ممل بس واضح من منظر الدكتوره ان الليجامنت دوت جاي بالطول ولا جاي بالعرض؟ فسموه لك الترانزفيرس سيرفايكال ليجامنت. الراجل اللي شافه كان اسمه ماكن رود فمسماه باسمه ماكن رود تي سايلنت تنطق ليجامنت. تمام؟ يعني يا دكتور انا قلت لك انا عايز اتكلم عن اللاترال ريليشن بتاعت الفاجينا. لو حبيت ابدا من فوق لتحت يا ولاد مش انا عندي يا جماعه الترانسفيرس سيرفايكال او الكومبلوت دي ده تعتبر واحد من ضمن اللاترال ريليشن. طب بص يا دكتور هكلمك كمان شويه واقول لك ان الكومبلوت دي جامد دوت ماشي فيه اثنين ستراكشر ارتر هنا يا ولاد اسمه اليوتراين ارتر. ركز معايا التفصيل ده مهم جدا. تمام؟ وهقولها مرتين مره دلوقتي ومره لما اشرح اليوتراين. واليومينال ستراكشر تاني تحت اسمه اليورتر. اهو الناحيه الثانيه ارتري اسمه يوتراين ارتري واليومينال ستراكشر تاني اسمه اليورتر. الكلام ده موجود عندك في كتاب الدكتور البكري بس للاسف مش منظم. ولا لك ازاي تجيبه بالتنظيم دوت؟ لما اجي اكلمك على اللاترال ريليشن يا دكتور مش اول حاجه لو حبيت ابدا من فوق لتحت يا دكتوره هتكلم عن الميكانولوت ديجمنت بالكونتنت بتاعته. ايه الكونتنت؟ الارتري واليورتر. سؤال ام سي كيو فيري كومن سؤال شايفه فيري كومن يا ابني مين الاباب ومين البلو؟ الارض اللي هو اللي فوق ولا الارض اللي هو اللي تحت؟ اليوتر هو اللي فوق ولا اليوتر هو اللي تحت؟ هتلاقي يا جماعه عباره موجوده في كل الخطوط بيقول لك ايه؟ ووتر اندر ذا بريدج. هنعرف العباره دي هتقصدوا بيها ايه وبعدين هننساها. ايه قصه ووتر اندر ذا بريدج؟ اللي فوق كتاب الدكتور البكر اللي كاتبها. يقول لك اليوتر دوت مش بيعدي فيه يورين يا ولاد؟ صح؟ فيقول لك من الووتر تمام اليورين اللي ماشي في اليورتر جاي اندر ذا بريدج. مين هو البريدج يا ولاد؟ الارض. سؤال انا بلعب كده
انت عايز تحفظ لنفسك ان الارض هو اللي فوق والارتر هو اللي تحت صح؟ ارتر بالايه؟ امام لازم بقى تيجي تقول ووتر اندر ذا بريدج والووتر هو اللي فوق. لا ما هو التكييف مع مين؟ التكييف ده مش مظبوط ولا غير القاعده غير السنتر يا دكتور. ركز مع بعض يا دكتور. يا ليه؟ الراجل عايز يقول لك ان اليورين اللي هو الووتر ماشي تحت يبقى اليورتر تحت فاكيد التبعيه الارتري هو اللي فوق. على بالي يا جماعه ما نفتكر العكي وجع الدماغ ده هيكون الايه؟ امتحان رابع. دكتوره الارتري بحرف الايه امام واليورتر بالله تمام. ننزل تحت شويه دكتور الاقي في عندي عضله هنا اسمها ايه يا دكتوره؟ ليبيتور اناي مصري. ننزل تحت يا دكتور تمام الاقي في عندي هنا يا اولاد عايز ركز مع بعض يا سلام. الاقي في عندي هنا يا اولاد بن كافرنوزس مصر وحاجه اسمها بن وفيستبيول والجلاند اللي كانت موجوده هنا في ليبيا مش عارف اسمها ايه؟ بارسون جلاند. هقول الكلام ده تاني. اللاترال ريليشن اللاترال ريليشن عشان سيادتك ما تطلبش مني ولو جه الراجل سالك والروك يا ابني من فوق لتحت بالترتيب تمام؟ للاسف كان دكتور باكر مش فاكرهم بالترتيب. اللاترال ريليشن يا ولاد هتفتكروني بكلمه ام اي اسم انت عايزه محمد منى مرعي اي فلسفه تمام؟ تمام؟ لابس 3 بوكس محمد بيحب 3 كتب. الام هي مين يا ولاد؟ ماكنرود. بس يا ريت سيادتك لو كتبت ماكنرود مش مسال المعلومه المهمه ان ماكنرود ماشي فيه اثنين امبورتنت ستراكشر مين ومين يا ولاد؟ اليوتراين ارتري واليوردر. يا ترى مين اضاف؟ الارتري ومين تحت يا ولاد؟ اليوردر. وهتلاقي يا دكتور في كلمه بسيطه مكتوبه في كتاب الدكتور الباكر بيقول لسيادتك يا دكتور بيقول لك ان انت عندك البولت بتاع الفاجينا اهو مش ده البولت يا ولاد؟ الاقي ان الارتري كروسنج اوفر اليوردر على بعد ايه يا ولاد؟ هي ركز معايا ركز معايا لو سمحت على الرسمه اهي الناس الرسمين معايا الارتري فوق واليوردر تحت. الاقي يا ولاد ان الكروسنج ده حصل على بعد 2 سم above and the lateral to the vagina. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يبقى الام هو مين يا دكتوره؟ مكان رول تمام؟ بالاثنين امبورتنت ستراكشر مين ومين؟ ارتر اباب يورتر برو على بعد 2 سم. لابس الايه هتفكرك بالعضله اللي اسمها متشكل يا دكتوره ليفيتور ايناي. والثلاثه دي يا دكتوره هتفكرك بالثلاث حاجات اللي الحرف بي اللي بيكونوا موجودين تحت تمام؟ اللي هما الثلاث حاجات اللي الحرف بي اللي بيكونوا موجودين تحت يا ولاد. قال لك رقم واحد في عندي مصل اسمها باندو كافرنوزس مصل. دي من الباندو كافرنوزس مصل. حاجه اسمها باندو اوف الفيستبيول وهقول لك الكلام ده كله حالا دلوقتي. والجلاند اللي احنا كلنا عارفينها يا ولاد بحرف البي اسمها بارسولين جلاند. دكتور احنا كلنا عرفنا مع بعض ايه البارسون الجلد. لسه البلطو سابستبيول والبلطو كابرنوزس مصر. ايه قصتهم دي يا دكتور؟ لو انا يا ولاد هي نرجع مع بعض لو سمحتوا. رسمت لكم ليبيا ميجورا تاني كده يا جماعه. حد فاكر ليبيا ميجورا ده قلت لك عباره عن ايه؟ فوضى في سكين صح؟ وقلت لك سكين كل ما تحمل الكلمه المعاني ان هو رقم واحد كارتنايز كارتنايز دان سكويرس. دكتور سيبك من هنا ركز معايا الجلد دوت يا ولاد كراتينايز ستراتيفايد سكويمس في هير ولا لا؟ اكيد هيكون ريليتد دي يا ولاد جلاند. الجلاند اسمها يا ولاد سبيشيوس وسويت. السويت نوع معين الدكتور عمال يتصرف بيسال فيه اسمه برافو عليك تمام. وبعد الجلاند او تراين جلاند تمام. وبعد يا ولاد ما خلصت السكين تحت السكين في ايه؟ في اي انسان طبيعي هات في ايه؟ هات جاي لك هنا في عندي هنا ايه؟ هات دكتور اي انسان طبيعي زينا دكتور تحت السكين والفات تلاقي فيه مصر. قال يا دكتور انت عايز تيجي تقول لي ان انا لو شلت الجلد اللي هنا الاقي فيه فات صح؟ لو شلت الفات يا ولاد الاقي فيه مصر ولا لا؟ المصر اللي موجوده هنا كده يا دكتور بالمنظر ده كده المصر اللي موجوده بالمنظر ده كده يا جماعه بنسميها برضو كافرنوزس مصر.
فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ لو انا شلت الوصل دي يا دكتوره هلاقي تحتها الفايف تيشو اسمه بالموس الاستبيول. فهمت الكلام ماشي ازاي؟ يبقى سيادتك انت لسه ما زلت اكسترنال، انت لسه ما زلت يا جماعه اكسترنال. سيبكم من الكلام ده، بصوا عليا انا يا ولاد على اللبس تمام؟ ده كده يا ولاد عباره عن سكن ولا لا؟ لو شلت السكن في سبتينيوس فات ولا لا؟ شلت الفات يا ولاد هلاقي هواء يعني ولا الاقي مصل؟ مصل نفس القصه. شيل السكن شيل الفات هتلاقي مصل، ادي المصل اهي الدكتوره. طيب تحت المصل هلاقي في عندي بلبوزا بستبيول، وفي الاخر خالص يا ولاد الجلاند اللي موجوده هنا، حد يرد عليا الجلاند ذات نفسها ريليتد لمين؟ الجلاند ذات نفسها ريليتد لمين؟ طب الاوبننج ذات نفسها بتفتح فين؟ فهمت الكلام ماشي ازاي؟ دكتور تعال نرجع لموضوعنا تاني، اللاترال ريليشن بتاعت الفاجينا، انا عايز سيادتك عند اللاترال ريليشن بتاعت الفاجينا تكتب لي ام ال 3 بي محمد لاف 3 بوكس مكان روت بالريليشن بتاعتنا ليفيتور انوري والثلاثة اللي احنا عرفناهم. حد تاني مني يا ولاد؟ طيب كده احنا خلصنا اللاترال ريليشن. هو ايه البالب اوف ذا فيستيبيول دي؟ نعم البالب اوف ذا فيستيبيول دي بعد ما تشيل المصري يا عم محمد عباره عن الريبلاي تيشن كولور تمام؟ عشان بس اثناء سيكشن الكورس يحصل فيها انجورجمنت كولور الكلام ده كله. اوكي؟ طيب بص يا ولاد بعد ما خلصنا ريليشن هتيجي لي على اللاترال هنا وتكتب لي شيرتو وخلاص احنا عرفنا ولاد الريليشن عشان ما حدش يكون مني لو تكرمت. انتيريور عيب قوي ان انا اقولها لك البدر ويورسيك بوستيريور باد لاترال محمد لاف 3 بوكس صعب الكلام؟ طيب الهيستولوجي يا ولاد وخلي بالك سيادتك معايا ان الهيستولوجي فيه سؤال شافع وفيه سؤال ام سي كيو. لو انا جيت ابص على الهيستولوجي بتاعت الفاجينا الدكتور يقول لك ان الفاجينا ديت عباره عن نان كراتينايز ستراتيفايد سكيوس الهيستولوجي في عندنا ميجوزا في عندنا ماسكلوزا ده الماسك الميكوسا ده عباره عن ايه يا ولاد؟ نان ستراتيفايد سكيوس كراتينايزد نان كراتينايزد ستراتيفايد سكيوس الهيستولوجي الميكوسا بتاعتنا بالشكل ده تمام؟ ركز معايا انا قلت لك كل ما بدخل من بره لجوه بدخل حاجه صح؟ لما احنا كنا موجودين على مستوى الليبيا ميجورا قلت لك كانت عباره عن جلد اكتب لي كده قدام كلمة ليبيا ميجورا جلد سكن جلد كراتينايز ستراتيفايد سكويموس بالهير بالجلاند ريليتد للهير بالفات اللي تحت صح؟ طيب لما دخلنا جوه شويه يا ولاد بدات افقد يعني من كلمه جلد من كل ايتم من الثلاثه بدات افقد حاجه بعد ما كنت هنا كراتينايز بقيت هنا نان كراتينايز بعد ما كان في هيربي جلاند بي بي بقى في هيربي جلاند ولا هيربي جلاند كان في عندي هنا فات شلت الفات وحطيت مكانها حاجه كان اسمها ريبلاي تيشو خلي جوه شويه يا دكتور هتلاقي عندك يا دكتور نان كراتينايز ستراتيفايد سكيموس ابسيليا الجوزه اللي عندنا هنا عامله بالظبط يا ولاد من غير بس ما تفكر كتير زي الجوزه بتاعت الفات هو ده عباره عن ايه؟ كراتينايز ستراتيفايد سكيموس ابسيليا وفي هير طب انا جبت لك يا جماعه الجوزه من جوه نان كراتينايز ستراتيفايد سكيموس ابسيليا فنفس القصه اللي موجوده هنا الميكوزا عباره عن نان كراتينايز ستراتيفايد سكويموس الليسيتي معلومه تافهه مش هنضيع فيها وقت ما تهمنيش مش هتسال فيها طب المعلومه الثانيه يا دكتور انت الميكوزا دي شايفها نازله ستريت ولا عامله ميكوزا فولد؟ ميكوزا فولد قال لك ان الميكوزا فولد دي بنسميها روجي يبقى سيادتك هذه الميكوزا فولد انتو روجي والروجي دي فرقت معايا فيها يا ولاد قال لك والمفروض ان الوظيفه الاساسيه بتاعت الفاجينا ان يحصل فيها اكستنشن ساعه عمليه الولاده صح؟ لو انا ولدت كان موجود عندي الفاجينا ستريتشد بالمنظر ده كده قلت طب الفاجينا ستريتشد بالمنظر ده كده جاي ساعه عمليه الولاده مش هيعمل اكسسيف ستريتش 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 لحد ما يعمل تير على مستوى الفاجينا الميكوزا انما انا رحت افكر انا لقيت ان الفاجينا الميكوزا يا ولاد خد بالمنظر ده كده وبدات تعمل روجي 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 يوم الواد هو نازل مهما عمل ستريتش 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 يحصل كده بسهوله يا ولاد يبقى عمليه الروجينية بتسند الفاجينا ان يحصل فيها عمليه ديستنكشن مختلفه يا دكتور ساعه عمليه الولاده جرب لو انا كان عندي فاجينا بالمنظر ده كده يا دكتور فاجينا بالشكل ده كده تمام استرتش كده جه العيل هو نازل فضل يعمل اكسسيف اكسسيف استرتش ايه اللي هيحصل؟ دمر الدنيا انما عمال يعمل لك فولد 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 يجيب لي وهو بينزل استرتش 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 مفيش اي مشاكل فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ بالمناسبه مفيش
طب وانا دكتور المعلومه اللي اتهم مثلا قال لك ما اكتشفنا دكتور ان الفاجينا مايس فيها فلويد يا ولاد معظم الوقت ولكن هل معنى ان فيها فلويد معظم الوقت ان فيها جلاند نيفر تمام والمعلومه دي مهمه جدا 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 الفاجينا هاز نو جلاند على الاطلاق ما فيهاش اي جلاند خالص يا ولاد طب يا دكتور مطلوب على السؤال طالما انت سيادتك ما عندكش هنا جلاند الفلويد الدكتوره اللي جه من هنا جه منين ده سؤال شايفه مهم جدا قال لك الدكتور جه من ثلاث اماكن جه من فوق وجه من تحت وجه من الفاجينا ذات نفسها لما اجي اكلمك يا ولاد على البلاد سبلاي بتاع الفاجينا اقول لك ان فيها فيري ريتش بلاد سبلاي ده من رحمه ربنا ليه؟ لو انا جت واحده ساعه شويه طبيعيه وقررت اعمل لها ابيزيوتومي يا ولاد علشان يحصل هيلينج محترم انا محتاج فاسكولاريتي محترمه ولا لا؟ من رحمه ربنا خلت الفاسكولاريتي بتاعت الفاجينا عاليه جدا خلال 3 4 5 6 ايام بالكثير يا ولاد الاقي ان الفيزيوتوم بتاعي لو كان في لاسريشن او لم يحصل تمام؟ الفاسكولاريتي العاليه اللي موجوده دي يا ولاد الفاسكولاريتي العاليه اللي موجوده دي الفاسكولاريتي العاليه اللي موجوده دي مش هيبدا يحصل منها ترانسيوليت طيب وده مصدر عشان ذات نفسها طب في مصدر ثاني يا ولاد الفاسكولار جلاند بس اثناء السكشوال اوف كورس طب في مصدر ثالث جاي من فوق يا ولاد سيرفايكال ميوكس سكريشن ام سي كيو الموست كومن كوز تمام او الموست كومن سورس والسكريشن هيكون جاي منين يا ولاد من فوق سيرفايكال ميوكس سكريشن تمام يبقى سيادتك عند الفاجينا مويست يا جماعه الخط العريض تكتب لي نو جلاند ده انت يا دكتور لو تواجدت جلاند في الفاجينا الميوكوزا لو افترضنا يا ولاد ان البنت تواجد عندها جلاند كده تواجد عندها جلاند كده مصيبه حاجه اسمها فاجينا الادينوزيس انا اخدها في الكانسر يا ولاد ان البنت ديت لو في جلاند موجوده في الفاجينا حاجه طبيعيه ولا حاجه ابنورمال؟ ابنورمال اسمها فاجينا الادينوزيس البنت ديت بيجي لها كانسر عند سن 19 سنه انا عن انواع الكانسر يا ولاد لما اجي اكلمكم على كانسر بلفا وكانسر فاجينا اقول لكم ان الكانسر فاجينا غالبا بتيجي في سن ال 70 سن ال 80 السن اللي هو الايه؟ كبير قوي تمام؟ انما يا جماعه لو واحده عندها فاجينا الادينوزيس وهي لسه بنت عندها 19 سنه بيجي لها كبير سيل كارسينوما اسوء انواع الكانسر اللي بتيجي على مستوى الفاجينا يبقى الطبيعي ان اي واحده طبيعيه خلقها ربنا الاقي في عندها جلاند في الفاجينا ولا نو جلاند؟ نو جلاند امال يا ابني سكيشن زي ديت منين؟ ثلاث اماكن تكت الام سي كيو اللي موجود عندنا هنا يا ولاد هجيب لكم الاسئله بتاعتنا يا شباب تكت الام سي كيو الموست كومن سورس سكريشن زي جاي منين؟ من فوق من السيرفايكال ميوكس سكريشن تمام؟ البلاد سبلاي بتاع الفاجينا حضرتك مش هتحفظ فيه حاجه الرسمه اللي انت حافظها معايا من ايام الاستاذ دكتور البلاد سبلاي بتاع الفاجينا لو في ماشي انت تراك بالمنظر ده كده يا ولاد ودربت ما عندي بالشكل ده كده يا جماعه الفاجينا بتاخد البلاد سبلاي من فوق اللي حواليها مبدئيا الدكتورة هي كفاجينا هي كفاجينا ليها بلاد سبلاي مستقل لذاته اسمه فاجينا الارض جاي من حاجه اسمها الانترنال اريا كنت فوق باذن الله الحصه الجايه بس عرفت كده ان هي كفاجينا ليها بلاد سبلاي مستقل بذاته اسمه فاجينا ايه يا ولاد؟ ارض طيب تستلف من قدام من قدام؟ بلادر يجي لها حاجه اسمها فازايكال برانش تستلف من ورا هنا ولاد الورا الركبه ويجي لها حاجه اسمها ريكتال برانش تستلف من هنا ولاد اللي فوق اليوترس ويجي لها حاجه اسمها فاجينال برانش وذا براين ارت يعني اليوترس الارت اهو كده يا ولاد ركز معايا الارت اهو كده يا ولاد تمام يروح جاي باعت كده يا شباب برانش نازل الفاجينا فده نسميه ايه؟ فاجينال برانش اوف يوترين ارض بالمناسبه يا جماعه لو انا حبيت ارسم اليوتر ارسمه فيه ولا تحتيه؟ حد يرد عليا لو حبيت اجي ارسم هنا اليوتر ولا ارسم اليوتر فيه ولا تحتيه؟ تحتيه لان الارتري امامه تمام ما علينا في واحده ونص وعندك هنا يا دكتوره الفالفا اثنين على طول بيغذيها حاجه اسمها بيودندال ارتريس بيجي لها حاجه اسمها بيودندال دي ولا برانش يبقى سيادتك جينا البلاد سبلاي من كام مكان؟ خمس اماكن لو سمحت ما تحفظش ولا واحد تمام؟ يقول من على رسم الدكتور خمس اماكن ايه؟ قدام من ورا فوق وتحت صعب الكلام؟ قدام فازايكل ورا ريكتال فوق عندك اليوتراس يبقى يوتراين تحت عندك الفالفا يبقى بيودندل بالمناسبه يا ولاد الفالفا اسمها بيودندم
علشان كده النيرف سبلاي بنسميه بيودينا النير، علشان كده البلاد سبلاي بنسميه بيودينا الارتري. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يبقى سيادتك البلاد سبلاي اللي جايه للفاجينا يا دكتور جايبه من كل الاماكن قدام ورا فوق وتحت، ده غير البلاد سبلاي بتاعها اصلا. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ علشان كده الدكتوره الباسكولاريز العاليه ديت دخلت في ترانسليشن كتير ولا لا؟ وخلي بال سيادتك معايا المين سورس بتاع الفلويد الموجود في الفاجينا ترانسليشن، صح ولا غلط؟ غلط. امال جاي منين؟ من فوق سيرفايكال ميوكس. وهنشوف الاسئله الحصه الجايه باذن الله يا ولاد. طيب بعد كده على فيتوس تمام. اول حصه اول حصه والدنيا حر ولسه الفورمه ما رجعتش كفايه هو معناش ورق حتى. اتق الله اتق الله. جيت النهارده يا شيخ محمد بص يا باشا.